رجعنا مرة تانية مشاهدينا وشفنا جزء من فيلم جميلة أبو حريد. وبمناسبة الفيلم ده احنا النهاردة بنحتفل بالذكرى الـ30 لوفاة أنتوني كوين الشرق، وهو الفنان الكبير والراحل الفنان محمود المليجي اللي أمتعنا بكل أدواره العظيمة اللي أداها باحتراف وباقتدار كبير جدا. قدم أعمال كتيرة كلها كانت أعمال بتفوت في القلب على طول. النهاردة هنتكلم عن تفاصيل كتير جدا تخص بداياته وتخص شخصيته وتخص أعماله اللي قدمها لنا، وكل التفاصيل دي هنعرفها من ضيفنا الموجود معانا النهارده في الاستوديو الكاتب الاستاذ محمود قاسم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. ويمكن ساره قالت أنتوني كوين الشرق، ليه؟ هو أنتوني كوين ممثل متنوع في ادائه ويصلح وجهه وجسده لكل الادوار زي شارلوت نيستون كده. فمحمود المليجي نفس الشخص، وأنتوني كوين بدا برضه ممثل صغير ويعمل ادوار صغيره، ولما كبر بقى علامه مميزه ووجهه قريب قوي من ملامح العربيه. فمحمود المليجي نفس بيسموه الوجه المرن، وكمان الشخص الذي يملا الشاشه. يعني الوجه المرن يعني ممكن تشوفه شرير، ممكن تشوفه هو طيب بالغ الطيبه، ممكن تشوفه اب، ممكن تشوفه عاشق وحبيب، يعني له افلام عديده، مع انه ارتبط سايكولوجيا ونفسيا برضو دايما بشرير السينما محمود المليجي، مع انه هو قدم ادوار كتير زي ما حضرتك قلت، بس ارتبط بالشر وادوار الفيلن. ليه؟ علشان محدش عمل دور الشر زي ما هو عمله هو وزكي رستم، فهم الاثنين ملوك الشر في السينما المصريه. بعدهم جم تلاميذ زي توفيق دقن وغيره، لكن هو كان شرير بيسموه شرير مكثف، يعني ايه حلقه فيلم ورا فيلم ورا فيلم، فاصبح هو في ذهنك هو الشرير وانت داخل عشان تشوفه هو العدو او الخصم للشخصيه الطيبه. فريد شوقي انور وجدي وهكذا. هو بالعكس رغم انه في فيلم الايمان مثلا سنه 52 هو اللي كان الطيب وفريد شوقي كان الشرير ومسك ورزع وعلقه، بس دي كانت سابقه. لما كان يطلع دكتور ولما كان يطلع اب ولما كان يكون المفارقه هنا احنا كنا بنصدقه قوي، بنروح معاه جدا لما بيبقى طيب وبنصدقه وبنروح معاه جدا لما بيبقى شرير. حاجه غريبه يعني. هو الغريب فعلا ان عدد الادوار اللي هو قام فيها بدور الشر قد عدد الادوار اللي قام فيها بدور الخير، بس علشان هو عمل الادوار الشر دي بسوداويه قوي قوي فاحنا مش قادرين ننساه. لكن هو مثلا في فيلم اسمه نحن بشر، نحن بشر ده عنده ابن سليمان الجندي، والابن ده مش قادر يقوم على بعكاز، يعني بعكاز وحاجات من دي ويموت. فهو بينص بحياته كلها هو ودوريه احمد لعمل الخير، وطول الفيلم بيعمل مؤسسات وما شابه، وفي الاخر خلاص بيسيب الخير ده كله وبيروح يعيش في القريه. الفيلم ده قد ايه جميل وقد ايه متميز، لكن لا احد يتذكره، لكن لان ايه يعني زي ما بيقولوا ايه ده مش مكانك ده. وانا كان نفسي يعني انا نفسي اعمل كتاب او دراسه عن محمود المليجي في ادوار الخير لوحده. وعلى فكره اكتر ممثل في السينما المصريه عمل افلام، وعشان كده بنقول عليه ممثل مرن. يعني ممكن مثلا سنه 54 يروح يعمل في السنه 18 فيلم، معنى كده انه بيعمل فيلم ونص كل شهر زي اسماعيل ياسين، يعني بيشتغل بكثره كتير قوي، يطلع من الاستوديو ده يخش الاستوديو ده وما شابه. لا وبعدين الادوار الشرير اللايت كوميدي اللي هي تضحك، يعني دي هايله قوي بصراحه. وبعدين انا كمان بالنسبه لادوار الشرير انا كان نفسي يبقى له نفس السحر اللي ممثل اسمه هربرت لوم. هربرت لوم ده يبقى شرير، هو حد كده جسمه مساعده، لكن ما تضربوش ما توقعوش زي ما حصل مثلا في فيلم ابو حديد فريد شوقي عامل فيه عمايل ويقع مره بالخشب ويقع مره في حاجه اسمها ايه مهابه الشرير. يعني عمر ما زكي رستم حصل له ده ان الممثل يجي يضربه، حتى في فيلم رصيف نمره 5 ما يتضربش، لكن تشوفه حتى من بعيد، لكن بيسموه لا يمس. فعم محمود المليجي انه سمح الاخرين انه يمس حتى لو كان ادى الدور ده كومبارس مش هو. فدي كانت تحسب لمحمود المليجي ما تحسبش تحسب عليه يعني. ايه هي اهم اولا مين اهم المخرجين اللي تعاونوا مع محمود المليجي، وايه هي اهم المحطات اللي كانت في تاريخه سينمائيا من وجهه نظر حضرتك؟ هو المخرج دايما هو اللي عليه الدور، هو اللي عليه، لانه في مخرج بيعرف يدير الممثل كويس. فلما يجي يوسف شاهين وصلاح ابو سيف يشتغلوا معاه وعاطف سالم والمجموعه دي ويقدموه في احسن ادواره. يعني يوسف شاهين مثلا هو اللي قدمه النهارده في فيلم جميله بحريد، في نفس السنه
عمل له واحد من اهم افلام يوسف شاهين ايضا فيلم الناس ما تعرفوش كتير اسمه حب الى الابد. حب الابد ده اول فيلم فيك يا مصر بيقول ان عضو مجلس الشعب او اللي بيرشح نفسه لعضو مجلس الشعب ده فاسد واخ وعايز اخوه اللي هو احمد رمزي. هو احمد رمزي وكان معاهم ناديه الجندي كان برضه من اخراج ناديا يوسف شاهين. ناديه لطفي. ناديه لطفي صوتي ناديه الجندي. اه ناديه ما تقول حاجه طبعا يعني قول لي حاجه طيب لا بقول اعلم فقد افتح حضرتك يعني فتمام. لا الفيلم ده يعني هو كان يوسف شاهين في احد احاديثه بيعتبره من اهم افلامه لانه ده اول فيلم سياسي يعني سنه 58 دي اشتغل في السينما السياسيه بشكل واضح جدا عمل جميله وعمل حب الى الابد وبعد كده بدا يشتغل افلام اخرى اغلب افلامه اللي بعد كده العصفور مثلا كان برضه مع محمود المليجي الارض مع محمود المليجي فيلم الاختيار ايضا محمود المليجي يعني يوسف شاهين حضرتك شايف ان هو من اهم المخرجين اللي ابرزوا او اللي اهتموا بمحمود المليجي كفنان وان هو يوري اوجه مختلفه ليه. اه طبعا هو انا قدمه في الثلاثيه بتاعته او الثنائيه بتاعته اللي هي اسكندريه ليه اسكندريه كمان والفيلم الثاني اللي هو حدوته مصريه. هو ابوه الاب اللي علمه اللي يعني يدفع اي حاجه من اجله اه من اجل ابنه ويسفره امريكا ودي الاسره المسيحيه اللي بتربي ولادها تربيه مزبوط. جيده يمكن في العصر الحديث اللي احنا موجودين فيه دلوقتي كل ما بيطلع فنان بيعرف ان هو يؤدي دور الشر بشكل محترف او باقتدار كبير جدا نقول عليه هو ده محمود المليجي الجديد. هل انت بتشوف نعم اتفضلي من حضرتك هل انت بتشوف فعلا اللي موجود عندنا في السينما او في التلفزيون في جيل الشباب اللي موجود دلوقتي الفنانين انه في حد ممكن يكون امتداد الفنان الكبير محمود المليجي؟ هو مش في الفنان مش في الشباب هو في الجيل العواجيز هو حسن حسني. حسن حسني ده برضه يعني ايه كده قماشه واسعه قوي كبيره جدا وتشوفيه في كل ادواره يقوم بدور الشرير وعنده نبره صوت لم تستغل اذاعيا ولا تلفزيونيا بشكل يليق بيه فده عندنا. لكن بالنسبه للشباب الممثل اللي طلع في فيلم مافيا هو كاتب سيناريو عباس ابو الحسن ده يا سلام صحيح ما استغلهوش هو اتجه بعد كده لكتابه السيناريوهات وبعد عن السينما وبعد عن شايف هو لسه يعني يعتبر شاب فلسه قدامه هو عمل برده دور شرير قوي ده في منظر من المناظر في فيلم عمارة يعقوبيان وهو تاني بيسال فعلا وهو بيدخل السجاره ولا معرفش يروح حته مش عارف ايه ده مشهد ده محمود المليجي الشاب زي ما بيقول. محمود المليجي ايضا ليه علامات مسرحيه مهمه جدا وتعاون مع كبار الفرق المسرحيه ومع الريحاني حتى في اواخر الريحاني وغيرها 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 وكان على المسرح شخصية مختلفة جدا وحتى في مسرح التلفزيون كمان عاصر مسرح التلفزيون وقدم أدوار. إيه هي أو 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 أهم محطات محمود المليجي المسرحية وليه تميز في السينما أكتر من المسرح؟ هو محمود المليجي هو محمود المليجي بس هو دايما كان عنده حركة الإيد الشمال دي برضو الحركة دي عند محمود ياسين برضو فحركة الإيد الشمال دي معنى كده لما يجي حركه يعني انا باكد عليه كذا فكان ايده اللي بتمثل معاه وده ينفع قوي في المسرح. هو اشتغل في بدايه حياته في مع يوسف وهبي ويوسف وهبي حضنه زي ما عمل مع فاخر فاخر فهو كان بيعرف يختار الممثلين كويس. وبعد كده اهم فرقه اشتغل معاها في الخمسينيات كان فرقه اسماعيل ياسين وابو السعود الابياري فاشتغل كوميدي يعني إذن أداري بيؤكد مسألة إن هو مرن وإن هو ماشي إن هو يقدر يعمل يقدر يعمل كل الأدوار واشتغل مع إسماعيل ياسين من سنة 64 لحد 62 لحد ما الفرقة اتفكت وبعدين بدأ يشتغل يعني هو مثلا من ضمن الأدوار الحديثة بالنسبة له هو اللي احنا فاكرينها كويس انتهى درس يا غبي اللي هو قايم بدور محمد صبحي وكان قد ايه دمه خفيف ومحمد صبحي بكل الخفية دي لكن ايه ما يقدرش على غول اسمه يعني نقدر نقول كان كمان قادر ان هو يتعامل مع الأجيال الجديدة اللي كانت بتطلع وبتمثل قدامه يعني ما كانش فيه نوع من أنواع التكبر أو كان نوع من أنواع انه اسمه يبقى اسم تحت اسم النجم الجديد الشاب الصغير. أصل هو جرب كل ده جرب انه يبقى مثلا اسمه ثالث واسمه رابع يعني هنقول حاجه ظريفه بالنسبه لبداياته اول فيلم عمله في حياته كان بطوله مطلقه قصاد فاطمه رشدي شوف فاطمه رشدي اللي عملت العزيمه وفيلم هي اخرجته اسمه الزواج وهو كده شاب حلو لابس التربوش وشكله جميل جدا فبطوله مطلقه اسمه الزواج سنه 33 يعني تمن عمر الفيلم دلوقتي حوالي 80 سنه فمعنى كده انه عمر ان محمود المليجي تاريخه السينمائي قديم للغايه بيشتغل وبعد كده بقى كان يعني مره تحت ومره فوق مره يعمل دور صغير مره يعمل دور كبير لكن دايما بيسموه الرجل الذي يملأ الكادر
يعني لما نشوف الكادر هنلاقي محمود البليجي يملا الكادر. تعال نشوف الكادر، تعال نشوف مشهد تاني لمحمود البليجي ونرجع نكمل كلامنا عن واحد من عظماء الفن المصري. ما اديتنيش خبر لكم التجربه دي. اتفضل. شفنا دلوقتي مشهد مع الفنان برضو الكبير عبد الوارث عصر، والفنان محمود البليجي برضو عمل دور مهم جدا في الفيلم ده، كنت عايز حضرتك تتكلم عنه. هو ده فيلم اسمه ابو حديد انتاج 58، الفترة اللي هو كان فيه بلغ الخصوبة. في الفترة ديت كان فيه حاجة اسمها سلوس أفلام الحركة، كان المخرج نيازي مصطفى وفريد شوقي ومحمود المنيجي، يعني الطيب والشرير والمخرج اللي عارفهم كويس، ويجي مثلا كاتب زي عبد الحي أديب هو اللي يكتب السيناريو ده. فهو عمل أبو حديد، وفي نفس الفترة عملوا أفلام تانية كلها أفلام حركة ميزة السينما المصرية، يعني منهم مثلا حميدو، ومنهم رصيف نمرة 5، وأبو حديد. كانت نفس يعني التيمة هي هي بس بأشكال مختلفة تقريبا. سوق السلاح، سواء نص الليل، هم نفس موضة سلطان ده بتطلع تغني وكده يعني. نفس التيمة. الافلام ديت عملت سكسي كبير جدا ونجاح كبير جدا للثلاثي ده، ودي اللي انا كنت بقولها في اول الحديث، ان محمود المليجي كان يسمح لنفسه انه يضرب على ايد فريد شوقي القوي العريض باي شكل من الاشكال. والافلام دي فضلوا يعملوها لحد سنه 75 وكانت بتنجح نجاح كبير جدا، ايرادات شباك التذاكر زي دلوقتي يعني، نفس فكره افلام يعني اللي مش هقول هم يعني كاتب السيناريو يعني. كاتب السيناريو اللي كان بيقعد يكتب يعني. كاتب السيناريو اللي كان بيقعد يكتب الافلام دي كان بيقعد وذهنه على البطلين، والبطله الثالثه ممكن في الفيلم ده مثلا كانت ليلى طاهر، ممكن تبقى ليلى، تبقى هدى سلطان، يبقى اي حد تاني، لكن لازم الفورمولا دي. محمود المليجي عاده اللي بيقدم ادوار الشر بيكون في نظر الناس حد مش مقبول يعني، بيكون طبعًا حد كده منبوذ، فلكن الفنان محمود المليجي تعتقد انه افلام الشر قدمت له واضافت له ولا خدت منه، كانت ضده ولا لمصلحته؟ لا هو اللي اضاف لها، يعني هو ما حدش عمل الادوار دي الا هو يعني. طبعا احنا قلنا زكي رستم ده ابونا كلنا او ابوه، لكن هو محمود المليجي بكثره هذا الشغل فبقى ايه زموه سيمبل او النموذج يحتذى به في هذا الادوار، بحيث ان زي ما حضرتك قلت دمه خفيف، فتوفيق دين قلده، وعادل ادهم فيما بعد اقلده. ومين اللي قال حضرتك ولا هو لا لا صح هو دمه خفيف يعني. لا كل اللي مثلوا شر بعد كده وعمالقه الشر في السينما المصريه كانوا بدمهم خفيف في الادوار، بحيث ان هم يكسوا الشر شيء من الجاذبيه، باعتبار ان الشرير دايما ذكي علشان ينول ما هو يريده. هل لسه في فكره الشر المطلق او الفيلن في السينما المصريه او في الفن الدرامي المصري بشكل عام في 2013، ولا هل اتغير مفهوم الشرير والفيلن في السينما؟ هو بالهم من نهار ما عملوا اسماعيليه رايح جاي لحد دلوقتي بيعملوا افلام الكوميديا السياحيه. فالافلام الكوميديا السياحيه دي مليئه بالاغاني ومليئه بالبهجه، مثلا عمر وسلمى ده عملوه 3 مرات، فالناس عايزه تبتهج. والشرير بس دايما في الباد جاي، في دايما الشرير اللي مثلا مش عارف عمر بيحب سلمى بس محمد برده كان بيحب سلمى، فلا محمد عايز ياخد سلمى من عمر فلازم يعمل خطط وكان وبرده بتلاقي الطريقه الكليشيه شويه في التمثيل، رفعت الحاجب ولا منها وحاجات كده. ما ده فريد شوقي اللي كان بيعمل الحركه دي. لا ما هو الشر والخير موجودين في كل حته، وهو في السينما العربيه والعالميه في اي سينما يبدا الفيلم تبدا احداث الفيلم عندما يظهر الشرير ويرتكب ما يقترفه. بس اختلف دلوقتي، اختلف بقى كول بقى مودرن. ايوه بالظبط، ما لازم يبقى شيك وحاجات زي الشخصيه في فيلم عمر وسلمى الاولاني الانيق قوي ده اللي بيضحك على بنات الناس، او زي ماجد المصري، ماجد المصري اللي هو كان مفهمنا ان هو مش شرير خالص وفجاه طلع هو الشر بعينه، بس مدرسه مختلفه في الاداء. لا خمس رجال. ماجد المصري عمل الدور ده. شكرك جدا استاذ محمود على وجودك معانا النهارده وذكرى الفنان محمود المليجي، ودايما تكون موجود معانا كده تفكرنا كده بالفنانين بتوعنا بتوع زمان. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا كان معانا الاستاذ محمود قاسم، واتكلمنا عن الذكرى ال30 الفنان الكبير محمود المليجي. نسيبكم مع بريك صغير جدا ونرجع مره ثانيه، لسه مكملين مع بعض.